السلام عليكم، يا رب تكونوا كويسين. معاكم محمد زيدان، الشارع العقاري بدبي، والنهارده انا في مشروع كانال فرونت من المطور العقاري النخيل. موقع المشروع يعني مش محتاج اتكلم، برج خليفه وراك، انت على القناه المائيه مباشره، وورايا هنا ده شارع الوصل وشارع الجميره اللي هو يعتبر بقى امتداد البحر، وعندي هنا حديقه الصفا، الصفا بارك، ودي طبعا شغاله بالكامل. وطبعا الناحيه دي بقى كلها عندك الخليج التجاري ومنطقه برج خليفه ومنطقه دي اي اف سي. المشروع غير موقعه المتميز، اهم حاجه تانية فيه المساحات. المساحات كبيره جدا، الغرفتين وصاله بنتكلم في حوالي 1400 قدم. والميزه بتاعه التقسيمه ان انت كل اوضه من الغرفتين النوم، كل اوضه فيها حمام ملحق بها، الان سويت ووش روم بتاعها، وفي حمام خارجي للضيوف، وفي ستورج روم غرفه للتخزين. في حين ان كل المطورين او معظم المطورين التانيين دلوقتي الغرفتين الوصاله بقى فيها حمامين بس، او حمامين، واحد في الاون سويت وواحد بره يبقى مشترك بينك وبين الضيوف. لكن هنا لا، هنا عندك حمامين ونص ونص للضيوف كمان، وعندك غرفه للتخزين ستورج روم. المباني اللي عندنا حاليا للبيع هم جي بلس 4 ار دي زائد 4 طوابق، وطبعا هيبقى عندنا في الحته اللي بين البنايات دي المسبح، البول والجيم واماكن لعب الاطفال، وهيبقى عندك طبعا باركينج مخصص لكل واحده. المساحات زي ما قلت لكم 1400، والتلات غرف المساحات عندنا حوالي 2100 2200، والاسعار بتاعت الغرفتين والصاله بتبدا من اول 2 مليون و300 الف، ودي الوحدات اللي هي اطلاله الكوميونتي الداخلي، اطلاله الفيلات. والوحدات الجانبيه اللي هي بتبص على القناه من الجنب زي اللي ورايا دي كده بالظبط 2 مليون 700، وعندنا الوحدات اللي على القناه مباشره حوالي 3 مليون و100، والتلات غرف زي ما قلت لكم مساحات حوالي 2100، والاسعار من اول 4 مليون و600 الف، وخطه الدفع 60% اثناء الانشاء و40% عند الاستلام. الاستلام ان شاء الله هيبقى الربع الاول سنه 2024. والبيلدينج هيبقى شكله مودرن عصري جدا، ازاز كله فاسيد، جلاس فاسيد، وهيبقى عندنا تحت هيبقى فيه زي مارينا ووك كده، هيبقى فيه حاجات للاكل، حاجات للشرب، زي مطاعم كافتيات صغيره، وممشى. ممشى ده برضو شغال بالكامل، سكوترز، عجل، ناس بتيجي تجري، فيعتبر فولي اوبريشنال. وانا شايف ده فرصه استثماريه كويسه جدا، بالذات في الموقع ده مفيش اي حاجة تملك حر قريبة من شارع الجميرة ومن شارع الوصل، وقريبة جدا من داون تاون ومنطقة برج خليفة. فبس هسيب لكم شوية لقطات كده عن المشروع، ولو حد محتاج اي معلومات سيب ارقامي تحت للتواصل. شكرا، سلام عليكم. Zen and exhilaration. No longer mutually exclusive. What Dubai offers in excitement, the canal front offers in restful tranquility. Introducing the canal front residences by Maidan. Offering one, two and three bedroom luxury homes, exuding style and sophistication as clear as the waters that flow beside them. With soul enriching amenities at your doorstep, and a plethora of lifestyle choices along the Dubai Water Canal. Incredible to see and amazing to live. The Canal Front Residences, Maidan's latest offering in the city's bustling heart.